الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين المصطفى الأمجد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين. إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بجنه وإنسه فقال قول تعظيم وتكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله 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 عظم شأن طه أحمد وأحله شأنا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: طه لطه طهروا من دنس ولهم في الحشر على الدرجات. وإذا ما ذكروا في محفل فارفعوا أصواتكم بالصلوات. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لخمسة نطفي بهم شر وباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. ساداتنا الغر ساداتنا الغر من أبناء فاطمة، طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. من نسل فاطمة أكرم بفاطمة، من
أجل فاطمة قد شرف النسب. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعتي وروحي التي بين جنبي. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، صلوا عليه وسلموا تسليما. إنها ليلة النور وليلة ميلاد النور، ومن أراد أن يستضيء بالنور فعليه أن يسير على هدي النور، وإلا سيبقى في الظلمة الحالكة. هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر. هذه مناسبة عظيمة، لهذا باسمكم وباسم أهل البحرين الكرام الأحرار المجاهدين وبات الضيم، نتقدم لنزف التهاني إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، وإلى مراجع المسلمين، وإلى قائد المسلمين آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله، وإلى كافة علماء المسلمين وخصوصا علماء البحرين العاملين، وخصوصا المجاهدين منهم، ونزف التهاني إلى كل العالم الإسلامي بهذه المناسبة العظيمة. دعينا من الله جل وعلا أن تعود علينا ذكرى الصديقة الطاهرة ونحن في حال أحسن من هذا الحال، بحق محمد والآل. حديثنا أو حديثي وحديثكم في هذه الليلة المباركة سيكون في مقدمة وجملة أمور. المقدمة أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الله جل وعلا هيأها وهيأ هذا الوجود النير، وببركة وتدخل إلهي هذه المرأة الجليلة في هذه الليلة تكونت. الأمر الأول، سنتحدث عن أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي آية من آيات الله الكبرى تدل على الإبداع الإلهي، إبداع الله جل وعلا في خلقه. الأمر الثاني، سنتحدث عن أن هذه المرأة الجليلة
تفرعت من أبوين جليلين، من أم عاقلة أريبة لبيبة حكيمة ألا وهي خديجة، وبن أب ليس كالآباء وإنما هو أشرف الخلق وأفضلهم صلى الله عليه وآله. الأمر الثالث أن هذه المرأة الجليلة في تكوينها تدخلت اليد السماوية وتدخل عالم الغيب في تكوين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ثم نختم حديثنا بشيء من ولادتها صلوات الله وسلامه عليها. صلوا على محمد وآل محمد. فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي المرأة القدوة، المرأة التي تمثل عالم الأنوثة، ولكن في أقصى وفي أعلى مراتبها صلوات الله عليها، فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ولهذا سئل الإمام الصادق سلام الله عليه: أليست مريم سيدة نساء العالمين؟ فقال سلام الله عليه: مريم سيدة نساء زمانها، ولكن فاطمة الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. ولو لم يكن في الوجود علي لما كان لفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام كفء آدم ومن دونه. ومن هو آدم؟ هو المصطفى، إن الله اصطفى آدم الذي سجدت له الملائكة، الذي علم الملائكة بالأسماء، لكن هذا مع عظمته فإنه ليس بكفء لفاطمة، ليس كفء لفاطمة سلام الله عليها إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. والذي يدلنا على ذلك بالإضافة إلى الأحاديث الآية المباركة في سورة المباهلة وفي آية المباهلة، أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها مثلت نساء العالمين أو نساء الإسلام، وهم أفضل نساء العالم. زين، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ولم يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله غير حسن وحسين بإجماع المسلمين. واللطيف أن تجد قولا في تفسير المنار للشيخ محمد عبده، تجد قولا يقول أن هذا القول ها فقط هو قول الإمامية. عجيب من هذا الرجل، مع العلم أنه كان رجل يعني رجل فكر، ولكن أثرت عليه ماذا؟ أثر عليه الجو العام. لا توجد رواية صحيحة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله دعا غير حسن وحسين من أبنائه. جاءك ابن عساكر مع الأسف في رواية ضعيفة، وقيل أنه دعا أبا بكر وأولاده، ودعا عمر وأولاده، ودعا عثمان وأولاده، ودعا عليا وأولاده. ما تصلح إلا بعلي، حتى لو يريد يسوي رواية مزورة، ها؟ وإذا به يضيف عليا وأولاد علي سلام الله عليه.
لأن الأمور ما تصلح إلا بعلي، هؤلاء ما يصلحون إلا بعلي، لولا علي لهلكوا. بلي، هذا يدلنا على أنه لو كان لهما مساو لأخرجه صلى الله عليه وآله، ويدلنا على أن الحسن والحسين متساويان، لو كان واحد أفضل من واحد بعد ماكو بعد داعي يطلع الثاني، ها؟ أنت إذا جيت بالأفضل كأنك جئت بالفاضل، ها؟ كلاهما في رتبة واحدة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، لم يخرج، ها؟ أخرجهما معا لكونهما متساويين، وإلا لو كان هناك من هو أفضل منهما لوجب على رسول الله إخراجه، لكن لا يوجد لهما مساوي. وأخرج من النساء فاطمة الزهراء، فلو كان هناك من هو أفضل منها أو هناك من هو نظير لها وشبيه لها لوجب إخراجه. ليش؟ لأن إخراج فاطمة مع وجود النظير ترجيح بلا مرجح، ومع عدم وجود النظير قبيح إذا كان هناك من هو أفضل منها سلام الله عليها، قبيح. لهذا فاطمة الزهراء سلام الله عليها اختصت بعلي، لأنه لا يوجد كفء لها إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ومن هنا إخواني هناك نقطة يجب الالتفات إليها، قضية الزوجية، عملية اندكاك بين الزوج والزوجة، التفتت؟ بالإضافة إلى ذلك أكو عندنا قيمومة، الرجال قوامون على النساء، تصور لا قيمومة لأحد حتى لو كانوا أنبياء على فاطمة، هذا معنى الحديث، لا قيمومة لأحد من الرجال حتى كل الأنبياء ومن ضمنهم أنبياء أولي العزم، ما لهم قيمومة على فاطمة إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إلا علي، هذه من مختصات علي، ولهذا أكو خصائص لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه ما موجودة لغيره، وقد ألف فيها حتى إخواننا السنة سموها بخصائص علي بن أبي طالب سلام الله عليه، منها ميلاده ما ولادته في الكعبة، ومنها اختصاصه بفاطمة الزهراء لكونه كفؤا لها سلام الله عليه، ومنها كثير ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله. إن الله أعطاني الجنة وجعل عليا قسيمها، إن الله أعطاني الحوض وجعل عليا ساقيه، زين، إن الله أعطاني اللواءها وجعل عليا حامله. بلي، وأعطى علي بن أبي طالب ثلاثة خصال لم أعطها حتى أنا. بلي، أولاها أعطاه زوجة، ها، معصومة صديقة ولم أعط مثلها، ما عظمت خديجة لكن لا تصل إلى من؟ لا تصل إلى عظمة فاطمة. بلي، وجها وأعطاه صهرا ولم أعط مثله، من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأعطاه الحسن ولدين الحسن والحسين ولم أعط مثلهما، وهذا يخاطب في علي بن أبي طالب، ثم يقول يا علي ولكني منكم وأنتم مني. بلي،
من هنا بعد هذه المقدمة أنطلق إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي لا يعرف كنهها إلا الله ورسوله ووليه. وإحنا نرشف ونأخذ ما عندنا هو من عندهم صلوات الله عليهم. ترشحات، إحنا عندنا ترشحات، ما عندنا عندنا ترشحات من علمهم صلوات الله وسلامه عليه. فاطمة الزهراء أيها المؤمنون هي الآية الكبرى التي تدل على إبداع الله جل وعلا في البشر، والله جل وعلا من إبداعه أن جعل رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل النبيين، أول المصدقين، أول المؤمنين، وأول الأنبياء. أول الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله، مع العلم أنه متأخر. ولهذا يقول الإمام الرازي عن رسول الله في رواية مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: كنت نبياً وآدم بين الطين والماء، وآدم بين الطين والماء. ثم نفس رسول الله وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لا يوجد لهذين الرجلين نظير، فهما الآيتان الكبريتان اللتان تدلان على إبداع الله جل وعلا من الرجال. وفاطمة الزهراء سلام الله عليها هي الآية الكبرى التي تدل على إبداع الله في النساء. لهذا نحن إذا تحدثنا عن فاطمة تحدثنا عن أولياء الله جل وعلا، إذا تحدثنا عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها تحدثنا عن المرأة كبنت في دار أبيها وكزوجة في بيت بعلها علي سلام الله عليه، وكأم مربية لمثل الحسن والحسين وزين الحسين وزينب صلوات الله عليهم أجمعين. حينما نتحدث عن فاطمة صلوات الله عليها فإننا نتحدث عن المرأة في الإسلام والأمور والحقول التي يمكن أن تسهم فيها المرأة كأم، كبنت، كعاملة، كمعارضة. أول معارضة سياسية في الإسلام فاطمة الزهراء، هذه المعارضة الحقيقية. ولهذا من السخف أن تجد بعض المسلمين، قبل كم سنة لما صار في الكويت قضية المرأة، كانت المرأة في الكويت في وقت ما حتى ممنوعة من التصويت وممنوعة من الترشح وممنوعة من كذا لمجلس مجلس الأمة، يريد يستدل على أن المرأة تكون لا تسهم في العمل السياسي، يقول أن عائشة خرجت معارضة لعلي بن أبي طالب، وهذا دليل على أن للمرأة أن تسهم في العمل السياسي وخصوصا في المعارضة. الله، عجيب. المعارضة لمن؟ لحاكم عادل، لحاكم كأمير المؤمنين سلام الله عليه، تخرج لتقاتل إمام زمانها، ثم أنت تجعل ذلك دليلاً على ماذا؟
على أن أول معارضة في الإسلام هي عائشة، لأنها خرجت على حاكم زمانها. عجيب، ولم يذكر فاطمة سلام الله عليها. فاطمة خرجت بكل وقار واحتشام، وقفت ذاك الموقف. والتفت إخواني، التفتوا إخواني، فاطمة الزهراء معارضة، وإعلامها ما كان مخصوص بس للرجال وإنما للنساء، ولهذا خطبت خطبتين سياسيتين تمثل المعارضة. خطبت خطبة معروفة وهي الخطبة الكبرى، خطبتها أمام المهاجرين والأنصار. وين الخطبة؟ في مجلس الحكم، يعني مثل ما الآن واحد يروح إلى الملك وروح يهاوي يخطب في القصر نفسه كمعارض، تفتت؟ لأن المسجد في ذاك الزمان يمثل الجانب السياسي، الجانب القضائي، الجانب البيت المال. كأنها خطبت في مجلس الحكم وهيأت بنتها زينب سلام الله عليها لأن تقوم بهذا الدور. والعجيب واللطيف يا إخواني أن تجد أن أول من حفظ خطبتها ومن نقل خطبتها هي زينب الكبرى سلام الله عليها. ولم تكتفي بذلك، بل خطبت خطبة تمثل فيها المعارضة أمام النساء، لتقول المعارضة ما تقتصر بس على الرجال، النساء لهم أثر كبير. معارضة بس رجال ما تأدي الدور ولا تأدي الغرض، لابد وأن ماذا يتكاتف الرجال والنساء ويكونون المعارضة. هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الأمر الثاني، لابد وأن نعود إلى هذه الجليلة الطاهرة التي تكونت من أبوين جليلين، من أم عاقلة لبيبة، من أم ذات ذكاء وفهم، كانت وزيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومحل مشورة رسول الله صلى الله عليه وآله، التي بذلت جميع ما تملك في سبيل الدعوة الإسلامية، ألا وهي خديجة الكبرى سلام الله عليها. ما انتفعت بمال كما انتفعت من مال خديجة، ما قام الإسلام إلا بأمرين، بمال خديجة وبسيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ما أبدلني الله خيرا منها. وإذا يجون يدرسون الآن في الصف الثالث يدرسون أولادنا هذه الكلمة موجودة في الصف الثالث يدرسونها. قال النبي صلى الله عليه وآله: ما أبدلني الله خيرا منها. لكن تعال إلى إعلامهم وتعال إلى الكتب الأخرى وإذا بهم يفضلون عائشة عليها، وهذا خلاف قول رسول الله، هذا تكذيب لرسول الله. الرواية تارة تقول ما أبدلني الله خيرا منها، وبعض الروايات تقول والله، يحلف النبي يقسم النبي ما أبدلني الله خيرا منها، وإذا يجون يفضلون غيرها عليها. أليس هذا تكذيبا مباشرا لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ على كل حال، أمها أحد النساء الكاملات، كمل من الرجال، يقول صلى الله عليه وآله: كمل من الرجال كثير، وما كمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد.
طبعا هذا القصر مو حقيقي يا إخواني، قد واحد يقول لي شيخنا يعني ما بس أربعة لكم لو من النساء، لا هذا من باب أنهن أفضل، أنهن أشرف، أنهن في المقدمة، وإلا لا هناك من هو من من النساء من كملت كثير منهم كمن. نعم على كل حال. ثم والدها رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول فيه الشيخ الأزري الأزري رحمة الله عليه: أي خلق الله أعظم منه، وهو الغاية التي استقصاها، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها، لا تجل في صفات أحمد فكرا، فهي الغاية التي لن ترى، فهي الصورة التي لن تراها. الأمر الثالث في ليلة ميلادها، خلينا نستعين بالغيب وبعالم الغيب وبما وراء المادة والشهود لنعرف عظمة هذه المرأة الجليلة. وإذا إخواني خلي عالم الأنوار، ما أريد أتكلم عن عالم الأنوار يا إخواني، وإن كان عالم الأنوار عالم ثابت لهم صلوات الله عليهم، نبينا إمامنا أمير المؤمنين فاطمة، الحسن الحسين عليهم السلام، وإن كان كثير من السنة ما يعترفون بهذا، لكن بعضهم يشير إلى ذلك، ها؟ كالسيوطي في الدر المنثور، ويقول بأن آدم توسل بهذه الخمسة الأنوار صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما أريد أتكلم عن عالم الأشباح وعالم الأنوار، لا، لنتكلم عن العناية الخاصة لتكوين هذه المرأة الجليلة صلوات الله وسلامه عليها. هذه قضية فاطمة الزهراء، ولادة فاطمة الزهراء فيها مواقف لا يمكن للعلم أنها يخضعها لمقاييسه، ولا يمكن للعلم مع تقدمه ومع ما عنده منها من اختراعات ومن أشعة بنفسجية وفوق البنفسجية، ما يمكن أن يصل إلى شأو هذه المرأة. لا بد أن نقول أنها عناية إلهية وإعجاز إلهي اختصت به هذه المرأة الجليلة، وإلا يا إخواني الآن قد يتعجب ها أن جنينا في بطن أمه يتكلم. عيسى تكلم لما ولد، يعني كان ها كان مولود صاير على هذه في بطن أمها، الآن يقولون أن الجنين في بطن أمه عند شعور، أثبتوا أنه ماذا يتأثر بما تتأثر به الأم، حتى الصدمة، يعني لم أفرض مثلا لما يصير حالة طارئة على الأم يتأثر الجنين، لما يهجم على دار من الدور وها وفيه إبراءة حامل، مو قضية بس تسقط، خل قضية سقوط الحمل، لا، وإنما يتأثر، إذا بقي الحمل يتأثر، يصير عنده صدمة، عنده شعور بما يجري، كانت الأم فرحانة هو هم يفرح، الأم حزنانة هو هم يحزن، لكن جنينا يتكلم في بطن أمه هذا شيء إعجازي خارج عن ماذا؟ عن عالم الشهود، عالم العلم. نعم
وأثبته بعض علمائهم صاحب نزهة المجالس والقندوزي وغيره، أثبتوا أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت وهي جنين في بطن أمها تكلم أمها خديجة لتؤنسها. بعد أن قطعنها نساء قريش وصارت مقاطعة، لا يسلمون عليها، لا يدعون أحدا من النساء يسلم عليها، لا يدخلون عليها، لا يدعون أحدا من النساء يدخل عليها. وإذا الله جل وعلا، ما أدري هالكرامة لمن، للثنين يعني، ها؟ كرامة لرسول الله، كرامة للأئمة الطاهرين، كرامة لخديجة، كرامة لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. وإذا برسول الله يسمعها تتحدث وليس في الدار أحد. قال خديجة: من تحدثين؟ فقالت: الجنين في بطني يحدثني ويؤنسني. فنزل الأمين جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله، إنها أنثى، هذه ابنتك أنثى، وأن الله جل وعلا سيجعل نسلك منها ويجعل منهم أئمة بعد انقطاع وحيه. ولهذا الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، هذا العالم النحرير، يقول: كانت تحدث أمها وأمها تكتمه إذ النبي دخله، فقال: يا بنت خويلد لمن تحدثين والبيت خلا؟ فقالت: الجنين في بطني غدا يؤنسني حديثه. قال: بلى هي ابنتي، وأنها الأنثى التي قد فقدت بفضلها المماثلة. الجانب الثاني، تكوين هذه النطفة، الله يا إخواني، تكونت من الجنة. هسه بعضهم يقول عذق من رطب، عنقود من عنب، تفاحة تفاحتان قسمتا واحدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وواحدة لخديجة، فتكونت منها نطفة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الله، يعني معنى ذلك أن للطعام تأثيره، نعم تأثيره، لأن من وين هو النطفة؟ من وين تتكون؟ تتكون من الدم، والدم يتكون من الطعام، من الأكل. هذا الأكل له تأثير الجسدي، له تأثير النفسي، له تأثير الروحي. بعض المأكولات مهدئة للأعصاب، وبعض المأكولات لا، فيها تأثر على الإنسان اضطرابات. بعض المأكولات أيها المؤمن لها تأثير حتى في مستقبل الإنسان. ولهذا الشرع الإسلامي أوصانا بأن لا نطعم أولادنا، ها، والأم كذلك نفسها لا تأكل إلا من الحلال، لا تأكل النجس، لا تأكل الأشياء التي حرمها الله جل وعلا. وهذا له تأثير. وأنا أنقل لك هذه القصة، ربما نقلتها في هذا الماتم أو ما نقلتها ما أدري. الشيخ المقدس الأردبيلي، وهو أحد علمائنا الأجلاء الزهاد، الذي وصفه البعض يقول: حتى مرسلاته أسانيد،
التفت إخواني، ترى هي كلمة عظيمة، يعني حتى الروايات التي يرسلها هي أسانيد، وذلك لورعه ولتقواه ولقدسيته. يعتبرون الروايات اللي يجيبها حتى لو ما يذكر سندها هذه موثوقة، لأنها جاءت على لسان المقدس الأردبيلي. مقدس الأردبيلي شنو قصته؟ هذا قصته أن والده قبل الزواج كان من المقدسين من الورعين. مر ذات يوم على بستان، ها، فاقتطف منه ماذا؟ اقتطف منه تفاحة وأكلها. هسا احنا الان عدنا في الشرع الاسلامي، انت اذا مريت على بستان وفيها وفيه مثلا افرض فاكهة متدلية، يجوز لك ان تأكل منها، ما يجوز لك تحمل تودي للبيت، ما يصير، بس يجوز لك تأكل منه، بس هذا ورع. يقول لما اكلها فكر، قال تعال ماذا صنعت انا؟ أكلت هذه التفاحة بدون استئذان من صاحب البستان. فدخل البستان على صاحبه، قال له لقد أكلت تفاحة وأنا الآن أستأذن منك، ها، أن تبري ذمتي. التفت إليه قال لي أنا عندي شريك، معي شريك في هذا البستان، نصف التفاحة أنا أبري ذمتك، بس النصف الآخر ما لازم تروح إليه. قال وين؟ قال تبريز، في تبريز. شد الرحالة إلى وين؟ إلى تبريز، ودخل على أخيه، هذا أخو صاحب البستان، فأعجبه هذا الشاب، قال شاب متورع إلى حد أنه لما يأكل تفاحة، ها، نصف تفاحة يتعنى يروح إلى تبريز. قال له أنا لا أبرئ ذمتك إلا بشرط. قال وما الشرط؟ قال أن تتزوج ابنتي. قال على الرحوة الساعة، حلوة هذه. قال لي لا، بس ابنتي ها شلاء، يدها مشلولة، جذماء، رجلاها مجذومة، عمياء، خرساء، صماء. قال والله بل ابتلينا نص تفاحة وتالي تأخذ لك بلية على نص تفاحة. قاعد يفكر يفكر يفكر، شوف شلون الورعين، يا الله، هاي لين أقطاب الأرض يا جماعة، لو خليت خربت، لولا شيوخ ركع، هاي لين، ها ها، وأطفال رضع وبهائم رتع، لصب الله العذاب صب. هذا منهم، لين أوتاد الأرض، هاي لين. أخذ يفكر ويقارن، يقول أنا على كل حال بين نارين، بين أن أتصبر على هذه المرأة بهذه الصفات، ها، وبين لا، نار سجرها جبارها لغضبه. قال خليني أتحمل، فقبل بذلك الشرط وعقدوا عليه. ثم عينت ليلة الزفاف، عينت ليلة الزفاف واستعدوا للدخول، إلى أن دخل عليها، فلما كشفت عن وجهها وإذا بها كشفت عنها عن قمر طالع، نور ساطع، عينان، ها، عينان حوراوتان، إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلنا، وإذا يدان لطيفتان، ها، متحركتان، رجلان سليمتان، لسان كله صدق، ها، ابتسامات، ها، مجرد ما يقول لها يا فلان يا ابنت عمي، وإذا به تجيبه بكل أدب، وين جذماء شلاء صماء خرساء. انقضى ذلك اليوم، ثم جاء إلى عمه، قال عما شكر الله لك، كيف تقول أن ابنتك عمياء صماء
شلا مشلولة مجذومة ها في أحسن خلقة في أحسن منطق. قال هذه ابنتي ها بيدها ما تناولت حراما برجلها ما مشت إلى مكان فيه حرمة فيه معصية ما نظرت إلى ها إلى غير محرم بعين ما سمعت الله حتى أذنها ما سمعت مو ما استمعت ما سمعت لمحرم يا الله. هكذا ولهذا نتج من هذا الزواج الميمون الشيخ المقدس الأردبيلي هذا العظيم الذي يقولون أن مرسلاته مرسلاته أسانيد أثير النطفة. فكيف إذا كانت النطفة تكونت من طعام الجنة؟ اثنين، الحالة النفسية. الله جل وعلا ها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينقطع عن خديجة 40 صباحاً 40 ليلة ويتعبد ليل نهار. وإذا ازداد الشوق وخصوصا بين المحبين ها صعبة 40 يوم بفارق خديجة المحبوبة عنده وهي تفارقه صعبة. ولهذا يقول الشاعر وصل الحبيب سنة قطع الحبيب سنة. شوف الحبيب تقعدوا يا ساعتين 14 أيام شهور كأنها سنة نوم، لكن لما يقطعك يا الله الدقيقة تتحول إلى ساعة والساعة إلى يوم واليوم إلى أسبوع والأسبوع إلى شهر. حالة العبادة زين. ينزل الأمين جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله إن الله يأمرك أن تعتزل خديجة 40 صباحاً 40 ليلة 40 يوم 40 يوم. فيرسل عمار بن ياسر رضي الله عنه ليخبر خديجة بذلك، فبقيت خديجة سلام الله عليها على هذه الحالة. إذا جاء الليل سجفت الباب، ردت الباب ونامت، أدت وردها ونامت، وهكذا 40 ليلة 40 ليلة. وفي آخر ليلة نزل الأمين جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول تأهب لتحفة الله وتحيته. أخي جبرائيل وما تحية الله وما تحفته؟ قال ما لا علم لي لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنا ما عندي. ثم نزل ميكائيل الله أكبر وإسرافيل بطعام ها أو بطبق مغطى بسندس أو استبرق، الترديد من الراوي، مغطى. ايش فيه؟ قال ما ادري انا، هذا انا مأمور. كشف القطاء واذا به عذق، مو عذق غلط، عذق من رطب، الصحيح في اللغة عذق وليس عذق، عذق من رطب وعنقود من عنب. ثم التفت إليه يا رسول الله إن هذا محرم، هذا الطعام لك محرم على غيرك، ما أحد يأكل من عنده،
يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه: كان النبي إذا أراد الإفطار يفتح الباب حتى يجون يفطرون وياه. صايم ويجون يفطرون وياه. الذي كل ليلة ممنوع وقف علي على الباب قال لهم: الليلة هذا الطعام خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكل النبي صلى الله عليه وآله شبعا وشرب. هذا الماء بعد مو من ماء الدنيا بعد، ها؟ لا لا، ماء خاص هذا. الله. وشرب ريا. وكان من عادته صلى الله عليه وآله بعد الإفطار عند أوراد قال لي: الصلاة بعدها، الصلاة بعد محرمة. طبعا الصلاة النافلة يعني، هو صلاة الواجبة. قوم قوم، اكو شيء ها اهم. يحفظ الصلاة، يحفظ الإسلام، يحفظ الدين. ترى الليلة مخططة لماذا؟ لحافظة الدين، لحامية الدين، ها، لأم أبيها فاطمة سلام الله عليها. قوم يا رسول الله. خرج سريعا إلى دار خديجة، ها، وخديجة كعادتها أغلقت الباب وصلت وردها وأغلقت الباب وتردت بردائها تريد تنام، وإذا بالحلقة تطرق. قالت: من الطارق حلقة لا يطرقها إلا رسول الله محمد. فقال بعذوبتي كلامه: الله، أنا محمد، افتحي يا خديجة. وكان من عادته إذا جاء إلى الدار يتطهر، يتوضأ، ثم يصلي. ذيك الليلة لا 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 لا، أصل الصلاة يكون يحرس، هذه أصل الصلاة. فاطمة الزهراء التي لا تزكو الصلاة إلا بها، التي لا تقبل الصلاة إلا بها. زعل من زعل ورضى اللي يرضى، على كيفهم. أنا أقول: لا تقبل الصلاة إلا بفاطمة، ولا يزكو عمل صالح إلا بفاطمة وبأبناء فاطمة وبعلي وبرسول الله وبالأئمة. فلا والله لا تزكو صلاة بغير ولاية العدل الإمام. وهذه أم الأئمة، أم الأئمة هذه التي أثنى عليها الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذه التي أثنى عليها رسول الله: فاطمة روحي التي بين جنبي. هذه التي أثنى عليها الأئمة الطاهرون الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول: نحن حجج الله وفاطمة حجة الله علينا. حج علينا فاطمة. لا تقبل الصلاة إلا بها. يلا يا رسول الله، كل شيء له أساس، ها؟ يلا أسس القواعد. القاعدة نريدك تأسسها يا رسول الله، ها؟ وإذا بالأمين جبريل يقول لي: بس لا لا، ماكو نوافل، ما في ليلة، يلا روح إلى ماذا؟ لتكون هذه الطاهرة. تقول خديجة: يا الله، بعد ما أقدر أقول، ما قام عني رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وأحسست بثقل فاطمة بنت محمد. صلوا على محمد. بلي، ليلة ما أعظمها، ليلة ما أكرمها، ليلة النور، ليلة الطهر، ليلة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي اعتنت بها اليد الإلهية. بس هذا لا. نساء قريش أرسلت خديجة وراء نساء قريش ليلين منها ما تلي النساء من النساء.
جاوبوهم قالوا احنا ما نجي ما نشارك ما نلي منك مما تلي النساء، انت عصيتنا تزوجت محمدا صلى الله عليه واله، يتيم ابي طالب فقير لا مال له، بعد ما نجي انتون هاي الفضيلة ما تحصلون، هذه فضيلة خاصة، انتون كفوا احدى من نسوانكم، ها تمسوا الطاهرة المطهرة، معقولة اليد الطاهرة، ها لابد ها الطاهرة لابد ان تمسها يد طاهرة حين الولادة وحين الموت وحين التغسيل. مفضل بن عمار ومن أجلة أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، مولاي من الذي غسل فاطمة؟ قال أمير المؤمنين. يقول استعظمت، فالتفت إلي الإمام قال لعلك ضقت بذلك، قال إيه والله يا ابن رسول الله ضقت بذلك. قال له إن مريم صديقة ها غسلها عيسى عليه السلام، وإن فاطمة الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. وما يفكرون احنا بنقاطع خديجة ولا نلي منها ما تلي النساء من النساء، وظلت عادة يقولون المرأة في حالي، وخصوصا الأول الحين خب الآن يولدونهم في المستشفيات، الأول في البيت تريد وحدها نساء حولها ها حتى يخففون عليها آلامها. حزنت خديجة وبدا عليها الألم، وإذا بها يدخل عليها أربعة نساء طوال كأنهن من نساء بني هاشم. الله أكبر، شلون حضروا؟ أنا لا تقولي شلون حضروا، كل شيء غيبي، حضروا بالأجسادهم، أجسادهم العنصرية وعلى الله مو بعيد، إذا الله يريد شيء ها هل حضروا بأجسادهم العنصرية؟ هل حضروا بأجسادهم المثالية؟ لأن الإنسان له ماذا؟ جسدين، جسد عنصري هذا الذي ها يتفسخ بالتراب، إلا ما رحم ربي، إلا من رحم ربي، وأكل جسد مثالي جسد أثيري، هذا الذي يقع عليه عقاب البرزخ أو نعيم البرزخ، هذا الذي يتلذذ وهذا الذي يتنعم وهذا الذي يتعذب، وإلا الجسد الجسد ها ما يتعذب، الجسد راح، الذي تتعذب الجسد المثالي. حضروا بمثالهم بالجسد المثالي، ما أدري أنا لا أعرف دخلوا على فاطمة سلام الله عليها، على خديجة سلام الله عليها وهي في حالة الطلق. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فزعت خديجة فقالوا فقلنا نحن رسل ربك إليك. الله، في الرواية الأولى تقول أنا أمك حواء، الرواية العامة المعروفة لا، أنا آسية بنت مزاحم وهذه سارة وتلك كلثم أخت موسى وهذه مريم، مريم ابنة عمران، جئنا لنلي منك ما تلي النساء من النساء. فجلست إحداهن عند رأسها والثانية عند رجليها والثالثة عن يمينها والرابعة عن شمالها، فوضعت فاطمة الزهراء وسعط نور إلى عنان السماء، سقطت ساجدة إلى الله ساجدة ورفعت إصبعها
يقول الطبراني وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن أبي محمد رسول الله، وبعلي ولي الله، وأبنائي أئمة الحق، صلوا على محمد. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر. أم الخلود لها الأجيال خاشعة، بنت الزمان إليها تنتمي العصر. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر. مجبولة من جلال الله طينتها، يرف لطفا عليها الصون والخفر. حوت خلال رسول الله أجمعها، حوت صفات رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. أم الأئمة من طوعا لرغبتهم، يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر. قف يا يراعي عن مدح البتول، ففي مديحها تهتف الألواح والزبر. أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله. إخواني المؤمنين والمؤمنات، نبارك لكم هذا المولود العظيم، مولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. طبعا أكو دعاء في الخاتمة، لكن بعد الدعاء مباشرة أرجو أن تبقون في الماتم، لأنه
أكو جمع إلى المأتم في هذه الليلة إن شاء الله بعد الدعاء مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم نحن المضطرون نسألك بحق المضطر صاحب العصر والزمان، وبآبائه الطيبين الطاهرين، وبفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إلا ما كشفت هذه الغمة عن هذه الأمة، نصرت المظلومين وأهلكت الظالمين، حققت سؤل السائلين، فرجت عن الأسرى والمسجونين، أرجعت المغتربين والمفصولين، معززين مكرمين، شفيت المرضى والمجروحين، حفظت جماعتي الحاضرين سامعات وسامعين، تقبلت منا ومن القائمين على هذا الشرف العظيم. إلى روح أرواح أمواتهم، خصوصا إلى روح السيد كاظم السيد هاشم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح علمائنا وشهدائنا وخطبائنا وصلحائنا. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على النبي وآله الطاهرين.